اهلا وسهلا بكم متابعينا متابعي قناه شوف تيفي على هذا البث المباشر من مدينه سطات بالضبط مع الحاله ديال محمد ناصر مع الحاله ديال محمد اللي عنده مشكل في رجليه عنده مرض في رجليه اللي مشى عند الطبيب لكن مع الاسف ما عرفش شنو عنده طلبوا ليه سكانير باش يعرف المرض اللي عنده لكن مع الاسف كيف ما كتلاحظوا معنا متابعينا الحاله ضعيفه بغى اللي يتعاون معاه غنخلي ليه الكلمه هو يعاود لينا كذلك على المرض ديالو امتى كيعاني منه امتى بدا كيعاني منه وغنشوفوا غادي نسمعوا القصه ديالو كامله. السلام عليكم سي محمد. السلام عليكم. قول لي يا سي محمد شحال من عام وانت جالس على شحال من عام وانت بعدا مريض؟ في 17 عام اييه وانا مريض مريض ما الحالة ضعيفة في السبيطار دقيت بروات ما خرجت درت ما صحيت واليوم كتوقع لي شي حاجة بظهري واحد من يتعاون معايا بظهرك كيحرقوا مني الرية ما كناكش في الليل ما كناكلش حالة ضعيفة اييه هذا هو قلت لي مشيتي دوزتي على مشيت دوز على الرية نفخت منفوخ واحد رجل منفوخة رجل مسكوت لا خرجوا لي البراوات خرجوا لي الفانيل الان دابا كنصرف الفانيل ما كندير لي والو اييه حريق ما كنعس في الليل ما كناكل ما والو. شنو قال لك الطبيب؟ الطبيب ما عرفناش هذا المرض ديالك. اييه هذا هو الشيء. شنو قال لك شنو خاصك دير؟ قال لي خاصك دير سكانير خاصك انا ما خصني ندير سكانير لا والو والله. شنو كنت كدير ابو محمد قبل؟ قبل كنت خدام كنبيع ونشري كان عندي طوموبيل كنبيع ونشري بالخضرة. ياك. نبيع ونشري بالخضرة. اليوم طحت. باش عرفني حتى شي واحد. معك الله. الله. معك الله سبحانه هو اللي كاين. معك الله سبحانه ما تبكيش. إيوا هادشي اللي كاين هو. هادشي اللي كاين. آه. مشكل في رجليك. مرية الحريق حريق في رجليا. كيبقى يعطيك الحريق ما عرفتش. حريق ما عرفتش كيعطوا لي الماكلة كاع كنسبح فيها. على ذلك الحريق كتسمح في الماكلة. كنحرق بقلت ليه. يا رب غيز كاع لك الحريق. انت ما باغي لا ماكلة. ما باغي لا ماكلة لا فلوس لا والو باغي صحتي. ما باغيش طعم الدنيا انا كاع. باغي الصحة ديالي. شتي اللي كاين هو. الله يجيب الشفاء بو محمد. امين امين. الله يجيبك الشفاء. الله يحفظك. يا ربي. شنو تبغي تقول لهم المحسنين اللي كيشوفونا وشوفونا؟ المحسنين بغيتهم يتعاونوا معايا الله اللي غيخلصهم. اكيد باش هما يتعاونوا معايا على المرض انا ما باغي لا حتى شي حاجه باغي صحتي شي اللي كاين واد اذا متابعينا متابعي قناه شوف تيفي كيف ما تبعتوا معنا وكيف ما شفتوا الحاله ديال بو محمد يعني لا اله الا الله فملي غادي يولي كيبكي باغي غير صحته ما باغي حتى حاجه هو ما محتاج من حتى واحد من شي حاجه هو باغي غير صحته باغي غير رجليه هو يوقف يجيب فلوسو لراسو ويجيب رزقو لراسو من بعد ما كان بطوموبيلته بخدمته يعني الحمد لله على كل حال ابو محمد الحمد لله الحمد لله على كل حال والله يجيب الشفاء ليك والجميع ان شاء الله يا ربي اذا متابعينا متابعي قناه شوف تيفي ابو محمد كيوجه رساله للمحسنين وكيوجه رساله كذلك الجهات المعنيه انهم يدخلوا على الخط ديالو انهم يشوفوا من حاله شوفوا من حال رجلته اللي عنده مشكل مرض غريب اللي الطبيب ما قدرش انه يكتشفه فعنده طلب واحد هو انه بغى يدير سكانير ويدير سكانير باش يقدر يشخص الحاله ديال رجليه فاللي عنده يعني عنده المر عنده الحريق بالظهر وعنده في الرجلين يعني عنده في الظهر وفي الرجلين ما كيقدرش ينوض اذا متابعينا متابعي قناه شوف تيفي كنتمنوا ان الرساله ديال بو محمد توصل نتمنوا صوته كذلك يوصل ونتمنوا انه يلقى اللي تعاون معاه غير في السكانير شحال قالوا لك بو محمد 36000 36000 ماشي كثيره انا ما عنديش ماشي كثيره متابعينا الا بغينا محسنين كاينين عطا الله الحمد لله كاينين ولاد الخير الحمد لله في البلاد فهي عنده فقط 36000 ريال ديال السكانير يعني ماشي شي حاجه كبيره 36000 ريال اللي ما قادرش انه يشخص بها المرض ديالو اذا متابعينا متابعي قناه شوف تيفي هذه نداء من عند بو محمد نيابه عليه نبغيو اننا نوجهوا ليه باسمه رساله للمحسنين وللناس اللي باغا دير الخير دير الخير في بو محمد اللي محتاج واللي بغى يتواصل معاه فغادي نخليو الرقم ديالو على المباشر وكذلك بو محمد فهو موجود في درب عمر بمدينه سطات
زنقت يعني حدا الطاكسيات ديال الحفاية ديال العراعير. اذا الطاكسيات ديال العراعير دائما بو محمد هذه البلايصه ديالو. اذا بكروستو. اذا متابعينا متابعي قناه شوف تيفي شكرا لكم وشكرا على تفاعلكم وتواصلكم معنا على هذا البث المباشر من مدينه سطات بالضبط بدرب عمان مع الحاله ديال بو محمد. الله يجيب ليه الشفاء والله يعطف عليه القلوب. اذا متابعينا شكرا لكم دمتم في رعايه الله والى اللقاء. وين قاعدين؟ تعال تعال. 喂，哎。